اكثر ما يكون في حقيقه الخبر هذا فرحنا مزيان وكنا كنتسناوه بفارق الصبر حيت غتولي عندنا واحد الحريه التصرف في جميع انحاء المغرب وفي العالم كامل وبحال كنا معتقلين وربيت القصره حنا فهمتي يعني اكيد غنكونوا فرحانين وهكذا غادي تتحرك يعني ديك العجله الاقتصاديه اللي كنتمناوها والمشاريع اللي كانت مسدوده غادي تفتح والمنيه غترجع على مجاريها ان شاء الله والحفلات واي حاجه غتكون يعني بحقها وطريقها وكنشكروا هاد الناس اللي عطاو هاد القرار هذا. اول حاجه الفضل كيرجع لسيدنا الله ينصرو فهمتي. ثاني حاجه ربما حتى داك يعني الاجراءات وداك التباعد وهاد الباكسه اللي تدارت وربما هي اللي سهلت هي اللي خلات تجي هاد الوقيته باش ترفع الحجر الصحي فهمتي. ربما انا قلت هكايا ولا كانت مسرحيه راها مسرحيه الصراحه. هذا الخبر هذا نزل على الشعب المغربي بواحد الفرحه علاش ان ضاقت بين الانفس يعني وهذا الشيء اللي وقع علينا في هذا العام وسبع شهور ماشي سهل ان سد حل لا حضر تشغل لا هنا يعني بزاف ديال الاشكالات والاكراهات اللي عاش الشعب المغربي اللي ربما ما كانش كاع حاس بليها كاع حتى الحسبان. حنا كنا كنقولوا ان هاد كورونا غادي تدوز غير واحد 3 موا ولا 4 موا تولينا في عام وسبع شهور اذا ماشي سهله وخصوصا ان الشعب المغربي افتقد الحلاوه ديال بزاف ديال الحوايج منها الاعياد الدينيه منها الاعياد كيفاش كانوا كيدوزوا مزيان ما بقاش مخلوع ماشي مطلوق ماشي بلاصه يمشي مطلوق يمشي ما سولوا لا بوليس لا والو ولكن المرض راه باقي خصو يحطاط واخا خصو يبقى بالكمامه يبقى سميتو ودي مع وريقات ديالو بالحطيط ولكن مزيان هادشي دارتو الدوله مزيان باش المواطن يخرج على خاطرو يتقوى يخرج هو وليداته يسافر هو وليداته بزاف الحوايج راه تقمعنا راه 3 شهور ديال الحجر الصحي راه كاين اللي مسكين تسطا فيها كاين تلقى مرتو والله ما كتب عليك الاغلبيه اللي مساكن فرحوا حيت ما مولفينش حنا الحجر الصحي شي مغربي تسدي عليه راه واعره 3 شهور ما يخرج الحمد لله ربي سبحانه وتعالى كبير احنا صبرنا ربي جزانا وماشي احنا العالم كامل ما نتقلقوش ماشي غير المغرب العالم كامل مزيان الحكومه والله على ما شخرج الله على ما خرجوا ماشي بنادم يلقى الحريه ديالو يقول الحكومه هي بدات واحد الاتجاه زوين بعدا وغادي ان شاء الله غير بشويه حتى تولي كلشي الامور مزيانه ويخدم الشباب يخدم وترفع لنا هذا الوباء ان شاء الله هادشي اللي بغينا هادشي اللي تمنينا حنا بغينا نتمنينا بلادنا تكون بخير وعلى خير وكلشي يكون ناشط كلشي يكون بخير هادشي اللي بغينا حنا في البلاد ديالنا ما بغيناش الاجرام المراه تخرج على خاطرها تخرج بخاطرها تقدا تجيب حالاتها حيت الا ما الحكومه ما خصهاش هذا القرار زوين هذا ديال نطلو قتل الصباح ماشي شكلهم نهائيا المهم اللي باقي اللي خدام مسكين حتى الصباح شنو غيدير مزيان هذا القرار اللي خدام الحكومه الله يعطيها الصحه. بالنسبه للحجر اللي ترفع كان متوقع بالنسبه لانه الحالات نقصوا بشكل كثير بزاف وكان متوقع كنا كنتسناو من شحال هذه المهم دابا يلاه جات ولكن جات في واحد الظرفيه اللي اصلا الناس بدليل مع البرد هادشي الناس اصلا ما كتخرجش بزاف وداك الشيء دونك ما كاين بحال لا داب بحال التحيد بحال متحيش ما كاين جاني انا ما كاين حتى حاجه ما تبدلات نفس الشيء وهذه حاجه مزيانه هذه حيت بزاف ديال الناس كان خاص ضروري ياخذوا الرخص وداك الشيء وكاين اللي ما مديرش الفاكسين وداك الشيء كان مشكل كبير هذا المهم هذا الحمد لله مشكل تحيد الحمد لله والله رفعنا هذا الوباء والفاكسان ولكن النسبه كانه انخفضت اكثر اما الفاكسان راه من شحال حنا واصلين واحد النسبه كبيره رفيتي واحد 70% فهمتي راه شحال حنا واصلين 70% دونك بغاو كون داروا شحال هذه انا كنظن واحد الحالات يلاه انخفضوا الحمد لله على كل حال هذه الجائحه وقيله تفوتناها وهذا القرار كان صائب ومزيان وفرحنا ليه كان مشكله الا بغيتي شي عام من عمل العمل ها الحفلات واقفين بزاف الحويجات المهم الحمد لله ونشكروا على هذا القرار الجديد ونتمنى الله يبعد عنا هذا الوباء ان شاء الله الله يحفظك اخويا يعني الحمد لله الحالات نزلوا والحكومه بعد اخذت هذا القرار الحالات شويه كانوا ضعاف ناقصين داكشي علاش ما عرفت الحالات ما بقوش الحالات اليوم اللي كتعرف ايوا تلقيح الدوله عمرت الدوله دات مجهود جبار الحمد لله احنا من الدول المتقدمه اللي داروا هذا الفاكسا والحمد لله هذا المجهود الجبار ديال هذه البلاد الحمد لله هو اللي خلى بحال هكا هاد ممكن غادي نخرجوا من هذا الحجر الصحي ويدير الله خير ان شاء الله. الحمد لله هذا الشيء هو اللي كان هذا هو الخبر اللي فرحنا بعدا اصلا من هذا من هذا القرار ديال الوزاره ولا قرار ديال الناس اللي تيسهروا على هذا الشيء
تيفرحنا بعدا انهم حيدوا عندنا هذا الحجر بعدا باش حتى الكليان اللي تيجلس عندنا والناس كاع اللي خدامين وكاع الاطور وكاع الناس اللي كانوا ساكن جالسين معاطلين على العمل. الحمد لله هذا الفرح غادي هذا الفرح هذا غادي يكون ان شاء الله بشي نتيجه حسنه. وكنشكروا كاع تنشكروا سيدنا اول حاجه كنساند خوتي كاع اللي هما اللي جالسين من 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 العمل وداك الشيء و كيرجع الفضل هادشي للوزاره هو تيرجع لهم الفضل لانه فرحتنا هاد الوزاره الجديده لانها هذا القرار بعدا تيفرحنا بعدا لحقاش الناس بعدا اللي تلقحوا والنسبه ديال التلقيح تبارك الله النسبه يعني النسبه وصلت العدد الفائق يعني هي اللي خلات الحجر يطلع خلاته يترفع علينا والحمد لله تنفرحوا بانه ترجع المياه للمجاريها.